يعني خطأ. اي نعم. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس يقول بروح يقول انا اخوي في جدة بزور اخوه بروح مسافر بدون ما يحرم بالطائرة او بدخول. منين منين بيسافر؟ بيسافر من الاردن. سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج او العمرة فلا يجوز له ان يجاوز الميقات الا محرما. اما انسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة او عن حج بده يزور اخوه في جدة ما بيحرم بطبيعة الحال، وهو في جدة بيزين له اخوه مثلا بيسهل له طريق العمرة والحج فبينوي من هناك ماشي. اما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز ان يمر بالميقات الا وهو محرم. هو يقول هذا السؤال يقول انا بدي ازور اخوي وبنيتي عاده يزور ليش بقى. المهم اذا خرج من بلده قاصدا الحج او العمره فما بيجوز يجاوز الميقات الا محرمان.